نرحب ونحيي معا ضيفنا العزيز اللاعب البرازيلي العالمي ديفان، فليتفضل. ويلكم بليز، حيوا معنا ضيفنا يا شباب. طبعا نحن دائما نحرص على هذه الفعاليات من خلال تعرفكم على ضيوف عالميين لكي يقدموا لكم خبرتهم في المجال الرياضي. شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا سعيد جدا بتواجد هنا و سأتحدث عن إذن سأتحدث عن مسيرتي الرياضية من البداية إلى النهاية، وسأتحدث حول المحطات التي مررت بها. إذن شكرا جزيلا على التقديم، وأتمنى لكم متعة في هذه الرحلة. أنا سعيد تواجدي في أكاديمية سباير. شون قلت معاقم لاعب يعتبر أسطورة في كرة القدم، لاعب منتخب البرازيل، لاعب منتخب او لاعب نادي بايرن ميونخ، ايضا هو اسطوره في بايرن ميونخ، الهداف الاجنبي في بايرن ميونخ. فرصه لكم انكم تستفيدون من تجربه جوفاني، تجربه طويله، كيف بدا وهو صغير حتى ما وصل اليه. فاحنا بنساله وبنترك ايضا بعض الاسئله لكم، سواء في اسئله بالفيديو اسئله للحاضرين. جوفاني، وي ار فيري بليزد يو ار جوفاني دوحه هسه سعداء انك في الدوحه، تسخوتونش وفرصة كبيرة لطلاب أكاديمية سباير هم يستفيدون من تجربتك الطويلة كلاعب منتخب برازيل، لاعب كبير في أوروبا، لاعب كبير في بايرن ميونخ تحديدا. نبغيك تتكلم عن تجربتك أو بدايتك في الطفولة، كيف وصلت إلى ما وصلت إليه في الطفولة في البرازيل؟ Yeah, this is quickly so. Before man beim große Verein gespielt haben. طبعا قبل ان نلعب في نادي كبير علينا ان تكون لدينا بدايه، وهذا شيء ضروري. هناك فريق لعب فيه روبرتو كارلوس، رونالدينيو، رونالدو، وثله من اللاعبين البرازيليين المتميزين لعبوا في ذلك الفريق. و بعد سنة 16 تلقيت دعوة من نادي مدينة لندرينا، وبدأت بلعب كرة القدم على مستوى احترافي. وبعد وقت وجيز أصبحت لاعبا أساسيا في ذلك الفريق، وانضممت لمنتخب البرازيل دون 16 سنة. نعم، لعبت في تلك الفترة وكان الوضع صعبا. نعم، كان من الضروري أن نعمل بجد واجتهاد، ليس من السهل أن نصل إلى هذا المستوى بسهولة. وبعد ذلك انتقلت إلى أفضل الأندية. نعم، كنت محظوظا لأنني انتقلت بعد فترة وجيزة لأمارس على مستوى عالي جدا. وكما قلت بدأت في نادي صغير، وبعد ذلك انتقلت إلى نادي أكبر وأفضل. كنت دائما أقول لنفسي علي أن أقدم الأفضل، علي أن أقوم بكل ما في وسعي لأحقق ما أطمح إليه. لعبت في الدرجة الثانية في فريقي، وبعد ذلك تمكنت من الحفاظ على مكانتي داخل ذلك الفريق وتطور مستواي بشكل جيد. نعم، لعبت لفريق نادي لندرينو، وبعد ذلك للمنتخب الوطني، وبعد انتقلت إلى نادي اي سي ميلان.
ومن هناك انتقلت إلى نوادي أخرى. إذن كنت اللاعب البرازيلي الأول من المنتخب البرازيلي دون 16 سنة الذي لعب بالخارج. احنا بنجي حق ناديك الكارير مالك الأخير سواء في الأندية الأوروبية، لكن أيضا أنا أبغى أتكلم عن طفولتك تحديدا. نعلم أن البرازيل بلد المواهب، أفضل لاعبين يظهرون من البرازيل. أنت بديت في أكاديمية ولا في منطقة البرازيل في المناطق؟ وحياتك الاجتماعية مع العائلة، مع الوالد، مع الوالدة، أخوانك شجعوك على الكورة؟ نعم، عندما أتحدث عن العائلة، أخي أيضا أو إخواني لعبوا أيضا كرة القدم، كلهم كانوا يلعبون كرة القدم في الشوارع، في الشارع، داخل المدرسة، خارج المدرسة، كنا نستنشق كرة القدم وكنا نستمتع بشكل كبير، ولكن إخواني لم ينجحوا في الوصول إلى المستوى الاحترافي في عالم كرة القدم، وكنا أيضا نركض لفترات طويلة وكنا نمارس اللعبة بشكل مستمر في الشارع وفي كل مكان. كنا نتمرن 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، وكانت نعم أكاديمية تشبه أكاديمية أسباير نوعا ما، وكنا في أكاديمية لكرة القدم، وهذا ما دعمنا بشكل كبير. كان معي الكثير من اللاعبين الذين بدأوا معي في نفس الوقت، ولم يتمكن في ذلك الوقت إلا 2 أو 3 من الوصول إلى المستوى الاحترافي. المسيرة ليست سهلة كما قلت، يجب أن يكون هناك عمل دؤوب ومستمر، ويجب أن نؤمن بقدراتنا، ويجب أن نكون أقوياء، ويجب دائما أن نظهر على أننا قادرين على الذهاب بعيدا في هذه اللعبة حتى نصل إلى مستويات العليا. خلينا نستمع للسؤال الأول في الفيديو، إذا هو السؤال جاهز بالفيديو. How did you train when you were our age in terms of nutrition? Did you follow any diet? Yeah, hello, good morning, Ibrahim. Also, die auf Ernährung haben wir früher nicht gehabt. في البداية، صباح الخير يا إبراهيم. في البداية لم تكن لدينا حمية خاصة. نعم، لم تكن لدينا نفس الظروف المتوفرة لكم هنا في أسباير. كانت أمور مختلفة. جوفاني، أنت عمرك 19 سنة، طلبت من إسي ميلان في أوروبا، وتجربتك جديدة عليك، بتروح في فريق أفضل فريق يعتبر في العالم آنذاك، مالديني، باريزي، فان باستن، تجربة صعبة. كيف تقبلت هذا الخبر والانتقال؟ أنا قدمت من المنتخب الوطني بعد كأس العالم في 2002، وعدت إلى البرازيل، وقال لي رئيس النادي أننا سنسافر مباشرة إلى ميلانو، وتفاجأت بشكل كبير. قال ميلانو نادي يريد أن يشتريك، فكانت نعم مفاجأة كبيرة، وبدأت بالتفكير في هذا الموضوع. أنا كنت ألعب كرة القدم بصفة هاوية في البداية، وبعد فترة وجيزة تفاجأت وسمعت بأنني سأبتعد عن الأسرة، عن العائلة. لم أصدق الأمر على الإطلاق، ولكن بعد ذلك سافرت بمعية الرئيس إلى ميلانو، ورأيت ملعب تدريب التابع لميلانو، ورأيت كارلو أنشيلوتي، باريزي، كوستا كورتا، وكل النجوم الإيطاليين الذين كنت أتابعهم فقط في التلفزيون. قلت هذا لا يصدق، هذا حلم، يجب أن يكون حلما. أنا رأيت اللاعبين يتمرنون، أولئك اللاعبين المتميزين، وتمت استضافتي بشكل جيد. كلهم لاعبون من مستوى عالي جدا كما يعرف الجميع، وهم لاعبون يعرفون كيف يقودون مسيرة احترافية من مستوى عالي. أيضا بعد ذلك تمكنت من التأقلم داخل النادي. أول ما سمعت الخبر الانتقال إلى إيسي ميلان، تخوفت؟ أنت برازيلي بتنتقل إلى أوروبا، لغة تختلف، حياة تختلف، معيشة تختلف،
في عقد احتراف، في مميزات كثيرة، كيف تلقيت الخبر؟ طبعا كان الأمر بعض الشيء لطيفا، كنت أرى اللاعبين في ذلك الوقت ببدلة، وبالنسبة لي لم يكن لي المال لأقتني بدلة، وقمت باختراض بعض المال من جيراني لأشتري بعض الملابس حتى يكون هندامي ومظهري مقبولا بعض الشيء. وبعد ذلك انتقلت إلى ميلانو، ونعم كنت أعرف أن الأمر سيكون صعبا جدا في ذلك الوقت. كان مسموحا فقط لثلاث أجانب أن يلعبوا، وكانوا هم الأفضل جوليت، فان باستن، وريكارد، وإذا لم أنجح فسأنتقل إلى نادي آخر. إذا كنت جاهزا لهذا. سؤال أخير بس عن طفولتك جوفاني، لازم اللاعب ليكون نجم أو لاعب كبير لازم يكون يجي من منطقة فقيرة، من بلد فقير، من مجتمع فقير، من أسرة فقيرة، ولا كل لاعب حتى لو عنده بلد غنية يقدر يصير لاعب يصبح لاعب؟ لا أعتقد أن على الإنسان أن يكون فقيرا لكي يكون نجم كرة القدم، كلا، الأمر يتعلق بإرادة الشخص وإرادة اللاعب ذاته. إذا كان يريد أن يصبح نجما وكان يعمل بجد لبلوغ ذلك الهدف فهذا شيء جيد، وبإمكان الاثنان أن يصبحا لاعبان متميزان. بالنسبة لي كان من الصعب أن أسلك طريق الاحترافية، لأن في سن 16 كنت أعمل في بعض الفترات، ولكن لم يكن ذلك كافيا، وفجأة قلت لوالدي أنا أريد أن أصبح لاعبا محترفا في كرة القدم لأكسب المزيد، وقالت والدي أنت ربما أصابك مكروه، كيف تريد أن تصبح بهذه الطريقة لاعبا محترفا؟ أنت ستخسر عملك الآن وستصبح بعيدا عن الأسرة. ولكن أعدت ما قلته مرة أخرى، قلت أنا سأصبح محترفا وسأقدم كل ما لدي، وإذا فشلت فسأعود إلى عملي. إذا أنا كنت محظوظا لأني أصبحت فعلا محترفا. Who was your football idol when you were young? So we have in Brazilian an ex-national player Zico. Zico, اللاعب البرازيلي السابق، كان هو المثل الأعلى ليس فقط في الملعب ولكن خارج الملعب، لأن المثل الأعلى ليس فقط من يلعب بشكل جيد على أرض الملعب ولكن خارج الملعب. سيليو بيرلسكوني رئيس السابق لأي سي ميلانو قال لي يومها عندما وقعت العقد مع أي سي ميلانو، قال لي لا تجعل كرة القدم تأخذ مكان الإنسان، لأن في يوم من الأيام ستتوقف عن ممارسة اللعبة، ولكن الإنسان سيستمر وسيبقى ينبض بالحياة. لذلك كان من الضروري أن نبقى دائما متواضعين. يعني بعد تألقك في إس ميلان في أوروبا تم استدعائك للمنتخب، ماذا يعني وصولك للمنتخب الوطني؟ في البرازيل هذا شرف كبير عندما يتم استدعاؤنا للعب لمنتخب البرازيل، لأن كما تعلمون في البرازيل لدينا آلاف اللاعبين المتميزين والجيدين الذين يمارسون أيضا في الخارج، وكما تعلمون الكل يحلم بأن يكون ضمن المنتخب البرازيلي منتخب سيلساو، وكان شيء استثنائي. نعم كنت أمارس في ذلك الوقت لميلانو، ولكن الطريق كان طويلا وشائكا، ليس من السهل أن نصل إلى ذلك المستوى على الإطلاق. التقيت في ذلك الوقت أحد موظفي نايك الذي هو الجهة الراعية للمنتخب، و رآني ألبس
أحذية أديداس وقال أنت لن تلعب مع المنتخب لأنك لا تلبس أحذية نايك. وقال لي عندما تغير هذه الأحذية وتلبس أحذية نايك فستصبح ضمن المنتخب البرازيلي. نعم بعد فترة وجيزة أصبحت لاعب منتخب البرازيل مع احتفاظي بأحذية أديداس. إذا لم أغير الأحذية لا تلعب أي دور في هذا السياق. العامل المحدد هو المستوى والقدرات وإمكانيات اللاعب. حتى الآن عليك بعد الاعتزال في سؤال على 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 الفيديو، لو نسمع سؤال الفيديو. الكثير من اللاعبين البرازيليين جاءوا من ظروف صعبة، وهناك لاعبين آخرين مثل كاكا الذين جاءوا من ظروف مختلفة. كل هؤلاء اللاعبين حققوا النجاح، إذن إلى أي مدى هذه الذهنية القوية هي مهمة وتساهم في تحقيق النتائج التي نريد أن نحققها؟ إلى أي مدى يساهم هذا الأمر؟ كما قلت قبل قليل، هناك لاعب فقير ولاعب غنية. بالنسبة للفقير فهو يسارع من أجل الحياة، وبالنسبة للفقير فهو يقدم الكثير ويلعب الكل للكل لأن عليه أن يحقق ذلك الحلم، وإذا فشل فالأسرة كلها ستعاني. ولكن الغني لديه إمكانيات أخرى، إذا فشل في مسيرته فبإمكانه أن يعمل داخل مقاولة أبيه أو والده، ويمكنه أيضا أن يقوم بنشاط آخر. إذن لا تواجه هذه المشكلة، مشكلة الحياة أو الموت. نعم الأمر كله يلعب في الجانب الذهني، هل هناك إرادة أم لا. بالنسبة لكاكا هو اللاعب يمثل ويجسد مثال اللاعب الغني الذي له إرادة أن يصبح لاعبا محترفا. كما قلت يجب دائما أن تكون لديك إرادة إذا أردت أن تصبح لاعبا متمرسا وجيدا، ويجب أن تعرف إلى أين تريد الذهاب، ويجب أن تسلك الطريق الصحيح، ويجب أن تتمسك بإرادتك. 20 سنة تم أخذك للمنتخب، استدعائك للمنتخب كأس العالم، أخذت المركز الثاني، أخذت ثاني الهدافين، كأس ثاني الهدافين في البطولة، متألق. فوجئت لما رجعت إي سي ميلان استغنوا عنك أو إعارتك لنادي آخر، هل شكل لك صدمة أو ليش تم الاستغناء عنك في هذه الفترة بعد التألق؟ لا لم يكن ذلك، لم تكن تلك صدمة كبيرة. كنت جاهزا ليتم إعارتي لفرق ونوادي صغيرة، وذهبت إلى سويسرا ولعبت لنادي زيوريخ في سويسرا، وكنت أعلم في الشهر الأول. كما تعلمون الجو مختلف تماما عن ما هو عليه في قطر، كانت الأجواء باردة، وكان علينا أن نتدرب في الخارج، وقلت أنا لن أستمتع في هذه الأجواء، لأن أيضا كرة القدم في سويسرا مختلفة، وأتذكر أن كل جسمي تجمد رغم أنني كنت أرتدي قفازات وأرتدي ملابس شتوية. تجمدت خلال فترات التدريب وأيضا خلال المباراة، كل اللاعبين في ذلك الوقت كانوا يستهزئون مني، وكنت ألعب مع الفريق باء، ولكن مع الوقت تطورت الأمور إلى ما هو إيجابي. لذلك أقول لمن يجتاز فترات ومراحل صعبة أن عليه أن يؤمن بقدرته وألا يستسلم لتلك الظروف الصعبة، عليه أن يستمر لأن الوضع ستغير مع الصبر ومع الإرادة. أيضا في سويسرا كما قلت
حاولت أن أتأقلم مع الأجواء والأمور وحتى التغذية، لأن البرازيل الأمور كانت مختلفة تماما، كان كل شيء مختلف بالنسبة لي في سويسرا. وفي بعض الأوقات كنت أشعر بالوحدة، وكنت أريد أن أعود إلى والدتي وإلى أبي، وكنت أهاتف أمي وأقول أنا سأعود إلى البرازيل ولا أريد أن ألعب كرة القدم. فقالت لي في ذلك الوقت لا يمكنك أن تعود، كان لديك عمل جيد هنا في البرازيل وألقيت بكل شيء من النافذة، والآن أصبحت محترفا في عالم كرة القدم وعليك أن تبقى هناك، لن أسمح لك بالعودة. وكان ذلك بالنسبة لي صدمة كبيرة، لم أتوقع أن تتحدث أمي والدتي بهذه النبرة القوية، نبرة عسكرية إن شئتم. ووالدتي كانت تعلم بأنني أحتاج هذه الاحترافية في عالم كرة القدم، وهذا القرار لم يكن يخدمني وحدي ولكن يخدم الأسرة ككل، والأسرة ستستفيد. عندنا سؤال بالفيديو عن إذنك لو سمحت. Hola, soy Edor Tamurúa, director técnico en la Academia Aspire, y me gustaría que أهلا، اسمي إدوارد تمروة، المدير الفني لكرة القدم في أكاديمية إسباير. سؤالي لجوفاني هو أن يحدثنا عن تطوره كشخص وكلاعب، وبما أنه من أصل برازيلي أن يحدثنا عن تجربة العيش في بلدان أوروبية مختلفة كإيطاليا وألمانيا وسويسرا وفرنسا، وما هي القيم التي اكتسبها من تلك الدول والثقافات المختلفة؟ ما الذي اكتسبه من هذه التجربة من شاكلة رؤيته للأشياء وتطور شخصيته؟ وكيف ساهم كل ذلك في تطوير شخصية جوفاني الذي نراه اليوم؟ كيف يمكن لكل هذا أن يساعدنا في فهم ما يواجهه لاعب كرة القدم لما يكون عليه مغادرة بلدان الأصلية في سن مبكرة، حيث أنه غادر بلده البرازيل في سن مبكر نحو أوروبا أولا، ثم إيطاليا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، وبعد تعرضه لعدد من الإصابات كيف تمكن من بناء شخصيته؟ وكيف قاوم في البداية خصوصا بعد الصعوبات التي اعترضته، ولم يتمكن من اللعب لعدة مباريات مع الميلان، ثم بعد تحوله للدوري الإنجليزي تعرض لإصابة بليغة، فكيف تعامل هو مع هذه المواقف والشدائد ليواصل فيما بعد مشواره إلى الأمام ليصبح بعدها جوفاني النموذج العالمي كلاعب كرة قدم ونجم البايرن وسفير أليانز. أنا كنت أتمنى أن أصبح لاعبا محترفا، ولكن لم أكن أتوقع بأنني سأرى العالم كله، ولكن كرة القدم أعطتني هذه الفرصة. تعلمت لغات مختلفة، لم أتعلم هذا في المدرسة في البرازيل، ولكن تعلمت هذا من خلال كرة القدم والرياضة. أقول لكم بصراحة، كرة القدم أكثر من الرياضة. كرة القدم تجمع ثقافات ولغات والحضارات. كرة القدم ليست فقط رياضة، وفي كل دولة لعبت بها أو زرت هناك عقليات مختلفة تعرفت عليها وتعلمت أيضا الكثير. هناك أمور إيجابية وسلبية، ولكن الإنسان يستغني عن الأمور السلبية ويحتفظ بالأمور الإيجابية، وهكذا يكتسب الإنسان قوة وثقة كبيرة. وذهبت بهذه الطريقة من البرازيل إلى إيطاليا، فجأة اختفت العائلة، كنت لوحدي، كان علي أن أذهب لوحدي لأقتني الأغراض التي أحتاجها، أذهب إلى المصرف أو البنك، وفجأة أصبحت أقوم بكل شيء لوحدي من دون أن يتابع والدي. هذا التحول. لعبت أيضا في شتوتغارت، تزوجت هناك في شتوتغارت، ولدي طفلين، وبعد ذلك تصبح أبا وتنشئ عائلة، وعليك أن تهتم بالأسرة، لأن الأصعب بالنسبة لي
لاعبي كرة القدم، ليس بالنسبة للاعبي كرة القدم ولكن بالنسبة لكل شخص. عندما تعود للبيت وترى أن زوجتك تبكي والأبناء يبكون والكل يطلبك بالذهاب ومغادرة البلد، إذن يجب أن تكون ظروف العائلة جيدة، ظروف الأسرة جيدة. يجب ألا نغفل الأسرة عندما نكون محترفين. كما قلت، بدأت كلاعب صغير وبعد ذلك انتقلت إلى ميلانو وبعدها هبوط إلى زوريش وانتقلت إلى ميونخ إلى شتوتغارت إلى ليون والبرازيل، وبعد ذلك انتهت المسيرة. هناك بعض اللاعبين الذين يصعدون بشكل سريع إلى القمة ثم يتراجع مستواهم بشكل كبير. إذن يجب أن نتدرج شيئا فشيئا، ويجب أن تكون القاعدة صلبة، وبهذه الطريقة يمكننا أن نطور مسيرة كروية رياضية محترفة جيدة. لعبت بعد ذلك كما تعلمون في كثير من الدول، وما زالت تجمعني صداقات كبيرة، وهذا ما يبقى في عالم كرة القدم بعد نهاية المسيرة. نفهم من كلامك أن شتوتغارت الألماني هو بداية انطلاقتك الحقيقية. تزوجت، أنجبت عيال، صرت هداف الفريق، خذوك بايرن ميونخ، بعدها تألقت في بايرن ميونخ 6 سنوات، أيضا هداف بايرن ميونخ. كلمنا عن فترة شتوتغارت، عن مدربك لوف، الآن هو مدرب المنتخب الوطني الألماني، وأيضا هل تتوقع لوف أيضا بينجح مع منتخب ألمانيا وبيصبح من أفضل المدربين في العالم؟ هذه الفترة أعتقد هي أهم فترة في حياتك، شتوتغارت وبايرن ميونخ. للأسف لم ألعب إلى 3 سنوات مع فاوزبي شتوتغارت، والنادي كان يشبه الأسرة بالنسبة لي، وبعد ذلك عليك أن تغادر وتغير إلى نادي آخر. كنا في حقيقة الأمر كالجسد الواحد، وكنا نشعر ببعضنا البعض، كنا كالجسم الواحد، وكنا نعمل كلنا مع الفريق، مع المدرب لوف الذي انضم إلى الفريق. كان مدربا جيدا في ذلك الوقت، وكان يتواصل بشكل جيد مع اللاعبين. لم يكن يفرض على اللاعبين طريقة لعبه أو فلسفة لعبه، كان دائما يسأل اللاعبين، يسألنا هل تدربنا بشكل كبير، هل نحن متعبون. إذن كان يتناقش معنا ويتواصل معنا بشكل جيد حتى يتأكد بأننا مرتاحون. وأول لقب فاز به المدرب لوف في ذلك الوقت كان الكأس، وكانت مباراتي الأخيرة حيث سجلت 2. كنا قد فزنا ضد كوتبوس في برلين، و قبل المباراة النهائية كنت متأكد بأنني سأنتقل إلى فريق باير ميونخ، وكان الكل يقول في ذلك الوقت، وحتى الجمهور كانوا يقولون جوفان إلبر يفكر الآن بباير ميونخ. وفي حقيقة الأمر أنا كمحترف علي أن ألعب لي فاوف بي شتوتغارت إلى آخر مباراة النهائية، وأصبحت معروفا في ألمانيا بفضل فاوف بي شتوتغارت. لذلك قدمت كل ما عندي إلى آخر مباراة، المباراة النهائية في كأس ألمانيا، وسجلت 2، وكان ذلك بمثابة هدية للعشاق، عشاق النادي. جوفاني، احنا نتكلم قدام الطلبة، طلبة أكاديمية سبير، ماذا يعني لك المدرب؟ المدرب ماذا يعني لك في حياتك؟ كلاعب، نعم المدرب هام جدا، وعلينا أن نصغي بشكل جيد وأن نمعن عندما يتحدث المدرب، ويجب أن نتعلم منه بشكل كبير. يجب أن نكون مجتهدين ونؤدي بشكل المطلوب.
لا يمكن نقول بأن ميسي ورونالدو يسجلون أهداف كثيرة لأنهم جيل، لا كلا، يجب أن نعلم أن رونالدو يتدرب يوميا على أدربة الحرة مثلا 100 مرة أو 60 أو 70 مرة كل يوم، وكل اللاعبين كل النجوم يقومون بهذا بشكل يومي، وفقط من خلال التمرن والتدرب المستمر والعمل المتواصل يمكن أن نصل إلى النجاح. طيب عندنا سؤال بالفيديو، نستمع للسؤال. هاي جيفانا، ماين نام از ستيفان، ايش اربيت سيت 4 يارن. اسمي ستيفان، اعمل في اسباير اكاديمي، وعندي سؤال يتصل بتاريخك ومسيرتك كلاعب. حلفك النجاح بشكل كبير، فزت بالتشامبيونز ليج، فزت بكأس العالم، فزت بكؤوس بطولات في مختلف الدول الأوروبية، وأيضا كلاعب فزت بالكثير، وأيضا في موقعك كمهاجم تم تتويجك كأفضل هداف في سويسرا وفي ألمانيا. مع هذه المواهب الكثيرة التي تتوفر عليها وتوفرت عليها، هل يعود هذا إلى طريقة تمرن وتدرب معينة، أو هل يعود هذا لموهبتك؟ إذن المقصود بالسؤال هل الموهبة أو التعلم؟ أعتقد في كرة القدم لا نفوز إلا من خلال أداء الفريق. في 2001 فزنا ضد فالنسيا، تذكر، وقبل فالنسيا لعبنا ضد ريال مدريد، وريال مدريد دائما ما يتوفر على فريق صلب وكبير، ونحن في باير ميونخ لم نكون أقوياء على الناحية الفردية، وما يخلق نجاح الفرق والنوادي الألمانية هي الروح الجماعية، من خلال الروح الجماعية، وإذا لعبنا كمجموعة فنحن نفوز لا محال، ويجب أن يعمل كل شيء بالشكل المطلوب داخل الفريق. نعم، إذا توفرت الموهبة علينا أن نعمل، علينا نتدرب، علينا أن نتمرن. الموهبة وحدها لا تكفي، من خلال الموهبة لا يمكننا أن نفوز بأي شيء. كريستيانو رونالدو، أعود مرة أخرى وأكرر هذا المثال، نعم لديه موهبة كبيرة، ولكن يجب أن يعمل بشكل كبير ليفوز بالألقاب. لا يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة فقط لأنه موهوب، كلا، يجب أن تكون هناك روح جماعية داخل الفريق، لأن إذا لم تعمل فزميلك في الفريق سيسبقك وسيأخذ موقعك، لذلك يجب أن نعمل باستمرار. هناك كثير من اللاعبين في البرازيل الذين لديهم مواهب كبيرة حتى أفضل من مجموعة النجوم الحالي، ولكن في ذلك الوقت توقفوا لسبب من الأسباب، لم يعملوا باستمرار، وهذا أحد أكبر الأخطاء التي قد يقوم بها الإنسان. يجب أن نعمل بشكل يومي لأننا نتعلم يوميا شيئا جديدا. احنا بعد ما سمعنا الأسئلة بالفيديو نبغي نسمع الأسئلة اللي في القاعة، إذا أحد الطلبة عنده سؤال في القاعة. ما هي أصعب لحظة في مسيرتك الكروية وكيف تعاملت معها؟ سؤال جيد. لاعب كرة القدم لا يعيش دائما لحظات سعيدة، هناك دائما لحظات صعبة. الشيء الأصعب في حقيقة الأمر هي الإصابة، وأيضا عندما يجري اللاعب عمليات جراحية، إذن بخلاف الرأس أجريت عملية جراحية على كل الأعضاء، إذن هذا يؤثر بشكل كبير على اللاعب. اللاعب المحترف يتمرن بشكل مستمر، عندما تعود من الإصابة فأنت تكون الكثير من الفترات التدريبية قد فاتتك، وعليك أن تستعيد اللياقة البدنية من جديد وتتمرن وتتدرب، وهذه هي اللحظات الصعبة. جوفاني، الإصابة أصعب لحظات اللاعبين. نسمع سؤال آخر.
لما كنت صغير كنت حاط لك هدف ولا كنت بتسويه ويوم كبرت سويت الهدف؟ لا، هدفي كان واضحا منذ البداية. كنت أريد دائما أن أكون الأفضل، كنت أريد أن أصبح محترفا، وهذا كان دائما هو هدفي. وعندما أصبحت محترفا هدفي كان أن أصبح دائما أفضل فأفضل. إذن يجب أن تكون الطريقة واضحة. الهدف الأول أن تصبح محترفا، وعندما تصبح محترفا يجب أن تصبح أفضل وأفضل. ومع نهاية المسيرة يطرح الإنسان السؤال على نفسه، ماذا سأفعله بعد نهاية المسيرة؟ يجب أن أيضا نفكر بهذا. جوفياني، إحنا نسألك سؤال الأخير قبل نروح. هؤلاء الطلبة كلهم عندهم حلم كبير أنهم يصبحون لاعبين، حلم كبير. الآن هم يدرسون في المقاعد، العصر يتدربون، الصباح يتدربون، عندهم حلم يصبحون مثل جوفياني، شباب مثل نسمع السؤال، ميسي، مثل رونالدو. ما هي النصيحة اللي تقدمها لهم في نقاط مختصرة؟ أعتقد لديكم أفضل أكاديمية لكرة القدم في العالم. ما رأيته إلى غاية الآن فهذا حلم في حقيقة الأمر، ولكن يجب أن نطرح أسئلة على أنفسنا. هل أريد أن أصبح محترفا؟ هل أريد أن أصل إلى القمة؟ أو هل أريد فقط أن أكون جزءا من المنظومة؟ من يريد أن يكون فقط جزء من المنظومة فهو في المكان الخاطئ. في عالم كرة القدم يجب أن تكون دائما الأفضل، لأن لدينا الملايين من الناس عبر العالم يريدون أن يكون جزءا، ولكن يريدون أن يكون الأفضل. كرة القدم تمكنكم من زيارة دول مختلفة في العالم، التعرف على ثقافات أخرى، تسجيل أهداف، الصعود إلى منصات التتويج، وأنتم لديكم الفرصة أو الفرص المواتية لتصبحوا أبطالا وتصبحوا محترفين بفضل هذه الأكاديمية، وهذا لا يتوفر للكثيرين في دول أخرى. يجب أن تثابروا وتعملوا، ويجب أن تستغلوا هذه الفرصة. هناك الكثير من النوادي في البرازيل مثلا، الكثير من النوادي تفتقر إلى خبير في الجانب الذهني، ولكن ما يتوفر لديكم هنا في الدوحة وفي قطر من خلال هذه الأكاديمية المتميزة فهذا شيء مبهر، وعليكم أن تعملوا بجد وتتمرنوا يوميا. طبعا احنا سعداء بوجود جوفياني ونصائحه اللي قدمها لكم. طبعا هو ركز على العمل والتدريب، وان عندكم افضل اكاديميه الان في العالم يعتبرها اكاديميه سباير. لازم يكون عندكم حلم وعندكم طموح وعمل واستماع للمدرب والانتباه والعمل والعمل. اضرب مثال على كريستيانو رونالدو، يقول يتدرب مع الفريق وبعدين يروح بعد التدريب يشوت له 100 ولا 60 كره على المرمى. ميسي، كل اللاعبين حتى مع الموهبه لازم يحتاج الى عمل. فممكن كلكم تصيرون لاعبين لكن بالعمل والعمل الجاد والاستماع للمدرب. المدرب له دور كبير وانتم لكم دور كبير. احنا سعداء بوجود جوفياني وباسمه حقيقه وباسم اكاديميه سباير اللي اتاحت لنا الفرصه. انتم الان لو تقرون كتاب يوم كامل ولا من صفحه من 100 صفحه، جوفياني اختصر لكم هذا التاريخ، تاريخ الرياضي، تاريخ النجوم، تاريخ النجاح في نصف ساعه. احنا سعداء بجوفياني البر ونشكره جزيل الشكر ونصفق له لو سمحتم.